بعد هذه الفاجعه اللي وقعت في مدينه مراكش. الحمد لله الناس جاوا يتبرعوا بكثافه، والحمد لله عندنا واحد لو ستوك دو سيكوريتي اللي قدرنا اننا نجيريو به لا سيتوياسيون دو كريز في الوقت ديالها. والحمد لله دابا راه الناس كيتبرعوا، وحنا جندنا لكاع كاع الموظفين ديالنا من اطباء وممرضين واطر باش نقدروا نلبيو هاد الناس اللي كلهم اللي جاوا باش يتبرعوا، اللي كنشكرهم ان حس المواطنه باقي كاين عند المغاربه. والحمد لله راه حنا اون جير لا سيتوياسيون يعني بطريقه محكمه والحمد لله. الكم الهائل الحمد لله، هادشي كيدل على الحس الوطني اللي عند المغاربه، ان الناس بمجرد انهم سمعوا كاين ضرب زلزال في مدينه مراكش جاوا باش يتبرعوا بالدم ديالهم لاجل انقاذ هاد الارواح. احنا الحمد لله كما قلت لك جندنا جميع الاطر ديالنا في الوقت اللي توافدوا فيه هاد الناس، لقونا مجندين والحمد لله راه الحمد لله نسير هاد الوضع. لحد الان غير في المركز الجهوي لمدينه الرباط وصلنا تقريبا ل 700 متبرع، يعني ما بين 500 اللي دازوا و200 اللي باقي راهم كيدوزوا كيتسناو الحمد لله. النصيحه بالنسبه للمغاربه ان التبرع بالدم راه مسؤوليه الجميع، وخصو يكون بطريقه منتظمه، يعني انه ماشي كنتسناو حتى توقع شي كارثه ولا الله يحفظ عاد كنتبرعوا. خص دائما راه دائما كاين مريض، دائما كاين حاجه. الدم عنده واحد الفتره ديال لا كونسيرفاسيون ديال ان اللي كنحتفظوا به، يعني في هاد مثلا بالنسبه للكريات الحمراء راه كاين مده 42 يوم، بالنسبه للصفائح كاين 5 ايام. يعني الا كان عندنا متبرعين منتظمين غنقدروا اننا نلبيو دائما الحاجات ديال المرضى في هذه الماده الحيه اللي ما يمكنلهاش تصنع، ما يمكنناش نجيبوها من بلاصه اخرى. المتبرع هو المصدر الوحيد، المتبرع اللي في صحه جيده ما بين 16 سنه وما بين 18 سنه عفوا ما بين 18 سنه و 60 سنه هو المصدر الوحيد لهذه الماده الحيه اللي تقدر تنقذ ارواح الناس، ارواح المرضى. الحمد لله احنا بطريقه استباقيه قدرنا اننا نوفر واحد المخزون احتياطي هو اللي نفعنا في هذا الظرف. خدمنا بجهد في فتره الصيف اللي مولفه كتعرف واحد النقص في عدد المتبرعين، خرجنا عند المتبرعين، خرجنا للشواطئ، خرجنا نظمنا وحدات متنقله باش اننا نقدروا نوفروا واحد المخزون احتياطي اللي غيمكننا من اننا الا وقفنا عليه اننا نوصلوا عليه. وهي الفرصه، هي اللحظه جات ان الحمد لله كون ما كانش هذا لو ستوك دو سيكوريتي، الحمد لله دابا حنا عندنا داك لو ستوك دو سيكوريتي اللي قدرنا اننا نجيو به لا سيتوياسيون هذه كمساج ان المغاربه اننا خصنا نتبرعوا بصفه منتظمه باش يكون ديما عندنا ان ستوك دو سيكوريتي.